نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. فلاديمير تشيغوف قال إن إنهاء عمل السفراء السوريين في بعض دول الغرب خطوة غير بناءة. وأضاف تشيغوف في حديث لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن إنهاء عمل السفراء السوريين هو انعكاس لرؤية العواصم الأوروبية والولايات المتحدة وحتى أستراليا للتطورات الأخيرة في سوريا بما فيها حادثة الحولة في حمص. وأشار تشيغوف إلى احتمال وجود محاولات لتزوير الواقع في سوريا من أجل تبرير التدخل. نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي أولاند حول إمكانية التدخل العسكري الأجنبي في سوريا قال إن روسيا لن تسمح بتبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تدخل عسكري أجنبي في سوريا. وأضاف غاتيلوف أعلننا دائما معارضتنا لأي تدخل أجنبي في سوريا لأن هذا التدخل سيعقد الأمور إلى درجة يصعب فيها التكهن بنتائجها ليس فقط بالنسبة لسوريا بل وللمنطقة كلها. وأشار إلى أن موسكو تعارض الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن سوريا خلال الفترة القادمة، كما تعارض أي إجراءات من جانب المجلس للتأثير على الأوضاع في هذا البلد. وقال غاتيلوف نحن نعتقد أنه من السابق لأوانه أن ينظر مجلس الأمن في أن تدابير جديدة للتأثير على الوضع في سوريا، معلقا بذلك على دعوة وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيلي لعقد جلسة جديدة لمجلس الأمن. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري إتاحة الفرصة لتنفيذ خطة عنان ومن المهم أن يمارس جميع اللاعبين الخارجيين بمن فيهم الغربيون تأثيرا على المعارضة. وقال غاتيلوف نحن نرى أنه من غير المقبول أن تدعو المعارضة علنا إلى القتال المسلح ما دام مجلس الأمن لم يوافق على التدخل المسلح. أندريه دينيسوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي أكد أنه لا يجوز اتخاذ القرارات حول عمليات عسكرية في سوريا على أساس الانفعالات، كما لا يجوز فقدان التبصر وإبداء انفعالات سياسية أكثر من الحساب والتحليل. وأكد أن على مجلس الأمن الدولي أن يهتدي قبل كل شيء بالعقل وأن يستوضح ما يحدث قبل أن يدين ويبدأ بإلقاء اللوم. وأوضح دينيسوف أن الموقف الروسي لا يقوم تحت تأثير الانفعالات وهو ما لم يتجنبه شركاء روسيا الفرنسيون لدى صياغة موقفهم، مؤكدا ضرورة التصدي للأمر بالعقل السليم ولافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بكل الآليات ومنها في هذه اللحظة خطة عنان وعملية صنع السلام في سوريا. بدورها الصين جددت موقفها الرافض للتدخل العسكري في سوريا. وأعرب المتحدث باسم الخارجية ليو مين في مؤتمر صحفي عن أمل بلاده في أن تساعد الزيارة التي يقوم بها كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في دفع جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة الحل السلمي وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بهدف بدء العملية السياسية والحوار. وقال ويمين إن الصين تؤكد على ضرورة إجراء تحقيق دقيق بشأن حادث قرية الحولة، وردا على قيام عدد من الدول الغربية بإنهاء عمل عدد من السفراء والقائمين بالأعمال والدبلوماسيين العاملين في السفارات السورية بهذه الدول. قال ويمين لم أسمع بأي تأثير على السفارة السورية في الصين. البرازيل جددت دعمها للحوار مع الحكومة السورية وعدم نيتها إنهاء عمل الدبلوماسيين السوريين على أراضيها. وقال توفاز تونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البرازيلية إن برازيليا لا ترى أن هناك ضرورة لاتخاذ بعض الدول إجراءات ضد السفراء والدبلوماسيين السوريين. حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أن محاولات تكرار النموذج الليبي في سوريا ستطال شظاياه الكيان الصهيوني. وقال لاريجاني إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الأيام الأخيرة تشير إلى ظهور وحشية جديدة لدى هؤلاء المسؤولين تجاه سوريا. وعقب لاريجاني على تهديد أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين باحتمال تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا على غرار التدخل في ليبيا بقوله
من المسؤولين العسكريين الأمريكيين أصيبوا بسوء الفهم بالنسبة لأنفسهم وقضايا المنطقة، لأن سوريا تختلف عن ليبيا تماما. وحذر لاريجاني الولايات المتحدة والغرب من أن أي محاولة لتكرار النموذج الليبي في سوريا ستطال شظايا الكيان الصهيوني. وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري أكد على ضرورة اعتماد الحل السياسي من خلال الحوار بين السوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي لإنهاء الأزمة في سوريا. وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليابانية طوكيو إن العملية السياسية لحل الأزمة يجب أن تكون عملية سورية يقودها السوريون أنفسهم، وليس عملية مفروضة من قبل دول أجنبية أو صيغ معلبة يتم تطبيقها في سوريا. ولفت زيباري إلى أن كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا مسؤول فيما يتعلق بخطته بشأن سوريا أمام مجلس الأمن وليس أمام أي جهة أخرى، وإن مجلس الأمن هو المخول ببحث اتخاذ إجراءات إضافية. وتعليقا على الموقف الأمريكي الغربي حول إنهاء عمل السفراء السوريين لديهم وموقف موسكو من ذلك، معنا على الهاتف من موسكو سعيد غفوروف نائب رئيس تحرير مجلة الإنتاج الداخلي الإجمالي. سيد غفوروف مساء الخير. مرحبا يا سيدي، يعني وأخذك إلى فرصة سعيدة نتكلم مع أصدقائي ورفاقي السوريين لدي هذه الإمكانية. يا مرحبا، كيف قرأتم ردة فعل بعض الدول بإنهاء عمل بعض السفراء السوريين؟ برأيي أن موقف روسيا الاتحادية بخصوص الموضوع في سوريا مفهوم. نحن نريد الشعب السوري أن يحل ما الموضوع داهم بأيادهم، وأنا متأكد والسيد رئيس الجمهورية لدينا والسيد وزير الخارجية كنا نتكلم عنه أكثر من المرة، لأن بعد الانتخابات بعد يعني الانتخابات الحرية في سوريا نحن نتمنى أن الشعب السوري أن يكون أن يخلي هذا الموضوع الموجود لديهم ويخلي هذا الموضوع بطريقة ديمقراطية والحرية وهكذا. أكيد نعم. السيد سعيد غفوروف نائب رئيس تحرير مجلة الإنتاج الداخلي الإجمالي كنت معنا من روسيا، شكرا جزيلا لك. أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة التحريض الإعلامي الذي تتعرض له سوريا، معتبرة أن الغاية منه زيادة مستوى العنف وسفك الدم السوري، وهو عمل مدان وفقا لميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت الشبكة أن قيام بعض العواصم الغربية بإنهاء عمل السفراء السوريين أو القائمين بالأعمال بسبب مجزرة نفذت بأيدي المجموعات الإرهابية المسلحة مساهمة مباشرة من تلك الدول في عرقلة خطة عنان وسياسة الكيل بمكيالين. ولفتت الشبكة إلى أن القرارات الدولية بشأن الأزمة في سوريا عادة ما تكون أحالية الجانب ومجافية للحقيقة ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء دور الأمم المتحدة. ناقش أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا في اجتماعهما التحديات الذي يواجهه القطاع الصحي وخطوات إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وآلية تنظيم عمل مخابر وعيادات ما قبل الزواج وظاهرة هجرة الأطباء الاختصاصيين والمقيمين. وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة إن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها ولا مشكلة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة رغم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي. وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد منافذ وأسواق جديدة لشراء تجهيزات أو أدوية سواء من دول أو من خلال منظمات دولية وإنسانية. وأشار الوزير الحلقي إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي على إيجاد آلية للانطلاق بمشروع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وإيجاد مرجعية موحدة لإصدار شهادات التخصص، داعيا إلى ضبط عمل مخابر وعيادات فحوص ما قبل الزواج واعتماد آلية تنظيم واحدة في كل المحافظات وضمان جودة التحاليل.